السلام عليكم، كيف الأحوال إخوان؟ كديرين مع الصحة؟ كل شيء بخير وعلى خير. أتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير، كل شيء سعيد وفرحان إن شاء الله. كنشكر جميع الإخوان اللي تضامنوا واتحدوا مع القناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. سولونا الإخوان باش ندوز لهم السي عبد الحق باش يقول لهم الكلمة ويشكرهم إن شاء الله. شي إخوان كانوا سقساوني خلاو لي شي كومنتيرات. ها هو السي عبد الحق، مرحبا بك سي عبد الحق، أمسية سعيدة. السلام عليكم، أهلا إخوان، بارك الله فيكم، وكنتمنى إن شاء الله دعموا هذه القناة ولهذا الشاب بعد اللي معايا، الله يجعل ربي يسهل عليه، والله يجعل ربي يكون معاه، وكيتمنى حتى هو إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون حتى هو في المستوى، ونتمنى إن شاء الله هاد الناس اللي راهم كيشوفونا يدعموا هذا السيد، وكنتمناو الخير. أنا راجل كبير وما بقى لي والو واحد الوقيته، وغادي نخلي له المكانة ليه هو، ودوزت أنا هاد المراحل والحمد لله. وهاد الغنم راه شي حاجة ماشي غير واحد ودخل لهاد الغنم، لأن أنا درت التكوين ديالها في فيكتوريا في الأول في 2006 و 2007، كانت عندي كل 3 ايام في السيمانه كنت كندير الكورسو، والحمد لله خديت عليها شواهد، ولقيت هذا الشاب حتى هو تبارك الله عليه، تلاقينا في هذه البلاد السعيده. نتمنى لها الخير، نتمنى لها طول العمر، ونتمنى لها النجاح في هذه المسيره نتاعو اللي باغيها، وراه كيتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تدعموا الاخوان وتكونوا معاه، وانا ان شاء الله نتمنى لها الخير وطول العمر ويكون بخير وعلى خير. نتمنى له الحياه السعيده، والغنم راه ماشي سهله، وحتى هو تبارك الله عليه كلقيته واحد الانسان طيب، واحد ولد شاب واعي وعنده خبره مزيانه في السيبه. كلام مشاو الاخوان، هاي نتمنىكم ان شاء الله الخير، وسامحونا وشكرا، لانه هو كيكون كثير مع الغنم، وانا كعرف عندي مشاكل عائليه كنغبر شويه عليه، والله يبارك فيكم. الله يحفظك. كنشكر الاخوان كاملين المتتبعين قناه تربيه الغنم بشمال اسبانيا. انا حاولت الاخوان نختلف على شي قناه، كاينين لقيت القناة بزاف دايرين هاد نفس الاسم هذا، أني بدلت الاسم، درت الاسم قناة تربية الغنم بشمال إسبانيا، باش تحاولوا تفرقوا ما بيناتنا إن شاء الله. حنا كاملين مغاربة مقيمين بإسبانيا، أنا مقيم بشمال إسبانيا، وكاينين إخوان في الأندلس حتى هما عندهم نفس الاسم ديال القناة. أنا حاولت نختلف عليهم القناة شوية باش الناس يفرقوا ما بيناتنا، وبارك الله فيكم الإخوان، وكنشكركم جزيل الشكر على التضامن ديالكم والتواحد. وكنشكر الاخوان اللي كيدعموني وكيخليو لي الكومونتيرات زويونين بزاف 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 باش نزيد لقدام، وكتفرحوني وكنحس براسي مهم مني كنلقى الكومونتيرات زوينين وكيشجعوني، كنفرح كنفرح ما نكذبش عليكم الاخوان، كنحس براسي شي حاجه والله العظيم. انا ما كنتش نعرف راسي مهم في الحياه حتى درت هذه القناه هذه. الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونحن إخوان جميعا، احنا المسلمين كاملين إخوان، ما نبغيو حتى واحد يتضرر منا، أنا ما نبغي نضر حتى واحد وما نبغي حتى واحد يضرني، احنا كاملين إخوان وجزاكم الله خيرا. ونخلي السي عبد الحق إن شاء الله مع الغنم ديالو هنايا يمشي يخرجها، وأنا غنمشي نهبط عند الغنم ديالي لتحت إن شاء الله باش نخرجها حتى أنايا نديها لواحد البلاصه ديال القوق، راني صايبتها ليها قبيله باش تبات فيها ان شاء الله، ونتشوفوا من بعد، تابعوني الاخوان. نقاسم معكم واحد النقطه، هاد العوينه هذه جايه من الجبل، الجبل راني دايرو انايا في القناه، عندي الغنم تمايا دايرو في قناه تربيه الغنم بشمال اسبانيا، راه هو فوق الثلج. هاد العوينه هذه جايبينها من تمايا حتى لهنايا، الجبل راه كاين حدا هذوك الفرفارات، راهما اللي كيبانو هذوك الفرفارات اللي تما حداهم الجبل، في البرد كيطيح فوق الثلج بزاف، وفي الصيف كيولي فيه المنابع، وجايبين هاد العوينه هذه حاطينها لعباد الله هنايا في سبيل الله، فابور هادو ما كيعرفوش اشنا هي في سبيل الله، ولكن حاطينها بور اغراديسيمينتو على بيرسوناس، حاطينها لهم فابور، اللي يجي يعمر منها الماء احسن من الماء ديال الشراء الاخوان، ما شاء الله فيها واحد الماء سبحان الله العظيم. تما كاين الخيل الاخوان، هذيك واحد الكرانخا ديال الدجاج، وهنايا كاينه واحد الريستوره كيجيو ليها الكميات بزاف من انحاء العالم، مع كاينه الدخله ما بين فرنسا والصبليون بعيده بشي 95 كيلومتر منا من هنايا، اللي كيدخل من تما كيجي يسطالي هنايا، دايرين هذا الباركين كبير وفيه الريستوره هنايا ومحدي بالكاميرات ما شاء الله عليه، محدي واحد
نحضي 24 ساعه على 24 ساعه كيجيو كيستاليو فيه هنايا كيستريحوا كيستريحوا ما شاء الله هما اللي الكاميون تراكم عارفين الاخوان. انا تلاقيت مع المغاربه هنا صدفه ما مره ما جو سبحان الله العظيم تلاقيت مع المغاربه اخواننا شحال من مره تلاقيت معهم هنايا مساكن كيجيو بالكميات كيوقفوا كيستريحوا تلاقيت معهم عديد المرات الكميات على الانواع الاخوان كيجيو من كل العالم. هذه هي الدخله ما بين فرنسا واسبانيا كيجيو من انجلترا بلجيكا هولندا فرنسا ايطاليا ما شاء الله. لما كيمشي الفصه نيشان الاخوان يمشي مع هذا الغوير هذا وكيدخل جهه الفصه لهيه سبحان الله الماء بارد ونقي ما شاء الله جاي عمن الجبل الاخوان طابور بلا سنتيم بلا نص ما شاء الله. الاخوان انا جيت عند الغليمه ديالي هيا كلات هذا الشيفرون هذا ما خلات فيه والو سبحان الله العظيم خلات على الارض خلات على الارض حمراء كل يبعا كيشوفني كنصور كنشوف فيه كيجلس الارض. انا جيت هاد العفريته هادي باش نعلمها شويه يا راه عندي واحد جوج كولوميط ولا باش ندي الغلمي ان شاء الله نوصلها لواحد البلاد بعيده شويه يا حاولت نجيبها هي باش تعاون هي والكلب على حساب الطريق ان شاء الله بحول الله. دابا نديها تورد واخا تبقى الحراره شويه يا ونسير بها بشويه بشويه ان شاء الله حتى نوصلها تمايا ونخليها تما ان شاء الله ونرجع للفار ونطال الرجل ديالي كما كيقولوا في البلاد نرجع نضربها خمسه. با 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 كيسولوني الاخوان واش ما عندناش الديب هنايا في المنطقه فين كنسكن الاخوان. دابا فين عندي الغلم لا هنايا لتحت في جيت البويبلو ديالنا فين كنسكن راه هو الدوار راني عير قريب ليه الدار ديالي كاينه عير تمايا في هذيك المنطقه حدا ذوك الديور من لهي واحد شويه يا تما كنسكن. هنا ما عندناش الديب الاخوان لا هنا لا الغلم فين كاين الفوق عندنا الديب في الجبل فين كيبان الاخوان تما فين كاين الديب كاين الديب وكاين الحلوف بزاف ولكن هنايا فين كنسرحوا دابا هذا العام هذا ما طلعناش الجبل ما كاين لا ديب لا والو الحمد لله. راكم عارفين الاخوان فين كيكون البشر في الانسان ما كيكونش الديب وهذا هو الاهم. وبالنسبه للديب هنا الاخوان كاينين الناس اللي كيطلعوا للجبل ولكن عندهم هذوك الكلاب اللي وريتكم هذاك الماسطين راه واحد الاخ شرح لي مسكين قال لي هذوك الكلاب كيسميوهم ديال تركيا ما عرفت كيفاش كيسميوهم شي سميه ديال تركيا ريو بيناكي عند ريو راهم مشاو للفصه بيناكياكي توما بيناكياكي اي كاوان سوس بالي توما كيس 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 ايوا او حدي بلاصتك احاديها لك انا ولا يلا بيناكي بين خاصو يبقى حدا الفصه ما يمشيش يبعد منها خاصو يبقى حدا الحاشيه. دابا مع كنجي مع هذيك الكليبه كتمشي تبقى مدخلها لداخل خاصو هو يبقى في الحاشيه بالضبط باش هي ما تحاولش تدخل تشوفو في الحاشيه ما تدخلش. هذا هو الاهم ديال هذه الخدمه ديال الكلب الاخوان. انا جيت باش تورد الاخوان وردات عشي حاجه قليله وصافي انا غندير الدوميتور من وسطها ونرجع باش هي ترجع تبعني عاوتاني با يا سيدي لهنا انا درت دوميتور كنت غادي بها ليه واني غنرجع هي غادي تبعني ان شاء الله كتموت عليا هي كتحبني ها انت زيدي زيدي بني هاي 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 با 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 مونا بولا بي العفيريته فينا هي دخل صوت هذاك الشبكه وبقات واحده تمايا الريو بقى اللور حادي الفصه سكا 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 با 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 أنا وصلت الإخوان ما شاء الله شل طريق ولكن الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. هاهي جات المشية جات بسلام غادي تبات هنايا إن شاء الله بحول الله. نبدل ليها بحال ما عجبهاش الخوت هذاك الشيفرون ديال الصيف بحال فيه الغبرة بزاف كيدوزو التراكتورات دابا من الطريق والبيست بحال تلاحت فيه الغبره بزاف وما عجبهاش كيعطشها بزاف. ها انتم الاخوان ها لوطوروت
غادي تبات هنايا ان شاء الله حتى الغدا. ها الشبيكه فينا هي، راني بنيتها الصباح ملي كان الجو بارد، ودابا جتها في العشيه. ونزيد ناكد لكم الاخوان، هذه بلاد الامان، الامان ما كاينش اللي هذيك الاخوان، ما كاينش اللي يهز لك شوكه من هنايا، شوكه ما يهزوهاش لك من هنايا. ها الشانطي الاخوان، القنطره دايزه من فوق لوطوروت، ورا لوطوروت عير الخلا والقفار. الغنم تنعس هنايا، ما كاينش اللي اذيها، في امان الله وحفظه. عير الشبيكه ها هي، دورتها لها الصباح، غادي نلاقيها. ها هو البالو الاخر هنايا، العود كاين هنايا، وهالعواد الاخرين محطوطين هنا، نلاقيهم نركب الباتري نديماري ليها عير باش ما تخرجش. اما كون كانت ما تخرجش تبقى هنا بوحدها بلا شبكه بلا والو، ما كاينش اللي اذيها. والحمد لله، هذا من فضل الله الاخوان، تمناو يكون كل شيء بخير وعلى خير، وتهلاو ليا فروسكم وتابعوا الفيديو ان شاء الله. الاخوان حتى لهنا غادي نكون دوزت معكم العشيه ان شاء الله بحول الله. مرحبا بالجميع، كنشكر الاخوان اللي انضموا للقناه الجدد، ونشكر الاخوان القادمين، كنشكر الاخوان اللي في القناه جزيل الشكر، كنشكركم على الدعم ديالكم، بارك الله فيكم. عرقوني النعيجات، راه كاين الصهد الاخوان، باغا طيح الرعده وقيله الجو راه تقلب عاوتاني. انا ضربت بها دابا شي كولوميط ونص، ونديها لواحد البلاد ان شاء الله بحول الله، باش تاكل القوق تبات تمايا. اللي شاف القناه اول مره، قناه تربيه الغنم بشمال اسبانيا، اتابونا مرحبا به. اشكركم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم على ثقتكم. كنبغي نقدم تحيه كبيره للوالده ديالي، كنقول لها الوالده راني توحشتك بزاف الوالده، تهلاي ليا في راسك، ادعي معانا يهز علينا الله هذا الوباء هذا باش نهبطوا نعيدوا معاك ان شاء الله. انا عارف ميمتي غتشوف هكا غتبقى تبكي، ولكن راكي عارفه الوالده كنموت عليك. الله يخليك لينا، الله يطول لك في العمر، وشي حاجه ان شاء الله بحول الله. دعوا معنا الاخوان، تهلاو في روسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.